معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشاهدينا الأعزاء وأولى حلقات برنامجكم العالمي. معانا النهاردة مشاهدينا الأعزاء طبعا بعز أسرة الراحل الكابتن علي السعيد فقيد الرياضة المصرية، فقيد النادي المصري، لاعب وخلوق وإنسان محترم، أهل الصبر والسلوان. معانا فيديو نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. وعدنا عليكم من جديد، معايا رحب بضيوف الكرام. كابتن احمد السليم اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتني. اهلا بيك. معايا اللاعب عبد الله عصام، اهلا وسهلا بيك، شرفتني. اهلا بيك يا كابتن. عايزين النهارده نتكلم مع كابتن احمد سليم، هيقول لنا هو مدرب كره قدم في محافظه بورسعيد، مدير فني نادي جمالك بورسعيد 2007. يحكي لنا هو كان اقرب الاقربين للكابتن علي السعيد الله يرحمه فقيد الرياضه المصريه. اهلا وسهلا كابتن. اهلا بك يا كابتن. طبعا بنعزي انفسنا على الفقيد كابتن علي السعيد، اخ واخ كبير لنا ومدرب كبير كان بيساعد الناس كلها الله يرحمه. طبعا بنعزي نفسنا وبنعزي الاسره البورسعيديه بوجه خاص، وبنعزي الاسره بتاع مصر كلها بوجه عام يعني. فبنعزي نفسنا يعني، ربنا ما يجيب حاجه وحشه لحد. تمام يا كابتن احمد. عايزينك تكلمنا برضه عن الانشطه الرياضيه عندكم في النادي، وحضرتك كان مدير فني كام سنه السنه اللي فاتت، عملت ايه في الدوري؟ كنت ماسك مواليد 2007. تمام. نادي الجمارك اخذنا بهم مركز رابع. تمام. الحمد لله مجموعه كويسه من الفرقه، والنادي كان بيساعد في مجموعة كويسين يعني، مجموعة كويسة ومبشرة بالخير يعني النادي. تمام. والحمد لله عندي أكاديمية برضو خاصة وفيها لعبة كويسة الحمد لله، بودي أندية كتيرة ولعبة موهوبة يعني، مش يعني عامل أكاديمية. يعني معنا حد كده نشوف محمد صلاح التاني بإذن الله. بإذن الله عندي وعندي صلاح فعلا يعني. تمام يا كابتن. عندي واحد صلاح. تمام يا كابتن أحمد. ربنا يوفق كده والفرقه كويسه، الفرقه بتاعت 2007 دي فرقه كويسه وفيها مواهب كويسه. طبعا مش عايز اقول اسامي حد عشان ما حدش يزعل، ولا ممكن اقول اساميهم. تمام. يعني يعني في مثلا نقول في عمر، في مصطفى، في علي، في محمود دي حارس المرمى وهو بيلعب كويس. تمام يا كابتن احمد. طب بالنسبه لكان النشاط، كان الدوري نظامه ايه السنه اللي فاتت؟ كانت الدنيا ماشيه ازاي؟ عايزين برضو نعرف مشاهدينا الاعزاء عن نظام المسابقات. النظام السنه اللي فاتت كان عامل منطقه بورسعيد كانت عامله دوري من دور واحد، وكانت 13 فرقه اللي هو نظام المهرجان. مهرجانات يعني. تمام. عشان الناس كلها تلعب وكده. تمام. بالنسبه بقى للاكاديميه الحمد لله مودي لعبة تانية عندي، موديها برضو أندية تانية. تمام. وأكترية اللعبة الأندية من عندي من الأكاديمية، ومودي لعبة تانية في عندي مؤمن سعيد لعب كويس، في صلاح سويلم لعب كويس، محمود 2013، عمر سيف، سيف أبو داود ده 2015. تمام. مجموعه كويسين يعني الحمد لله، في مجموعه كويسه بسبب ما كنتش نسيت حد يعني. تمام يا كابتن احمد، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، ونشوف دايما نجم في عالم التدريب. ما تحرمش منك يا كابتن احمد. شكرا. نطلع يا جماعه فاصل ونرجع لكم تاني من جديد. Thank you.
الله يرحمه ويغفر له، رب نعزي اهله ونعزي اسرته. الكابتن علي كان مثل الادب والاخلاق والاحترام والتفاني في العمل، كان محب لجميع الرياضيين في جميع محافظه بورسعيد، الله يرحمه يا رب ويغفر له. طبعا نعزي الحاج عوض عبده، الله يرحمه، فاته امس، منذ امس في اسبانيا، والد الاستاذ احمد عوض عضو مجلس اداره النادي المصري، الله يرحمه يا رب ويغفر له. معانا اللاعب عبد الله عصام، نرحب بيه. اهلا وسهلا عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن محمد. اولا السلام عليكم. بتشرف اني موجود معاك يا كابتن محمد ومع الكابتن احمد، وفخور جدا ان انا في اول حلقاتي مع قناه الصحه والجمال، برنامج العالمي. وطبعا بعزي اهلي كابتن سعيد فقيد النادي المصري وشعب بورسعيد عامه، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه على المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. دلوقتي يا عبد الله احنا عايزين نتكلم، انت كنت بدات امتى؟ عملت ايه؟ لعبت كوره في كام نادي؟ مارست الهوايه امتى؟ بقالك كام سنه في الدوري بتلعب؟ انا يعني اول بداياتي كانت اكاديميات، كانت نظام اكاديميات، بس بعد كده يعني في سن ال 15 16 سنه كده بدات العب دوري. تمام. طبعا لعبت سنتين في نادي الابوطي. تمام. في مدينه بورسعيد. تمام. ولعبت في كذا نادي، الجمارك، الغزل، وانتقلت نقله كبيره بقى، رحت الترجي القاهري في مركز مطروح، لعبت مع الكابتن مجدي عبد الفضيل. تمام. وبعد كده ده مطروح القاهري. اه تمام. ترجي القاهري. ترجي القاهري فرع مطروح. فرع مطروح. تمام. تمام. بعد كده قعدت موسم هناك ورجعت تاني ايه بورسعيد. تمام. تمام. وانا حاليا بقى ايه بلعب في بورسعيد يعني. تمام. جالك عروض من انديه في خلال الفتره اللي فاتت؟ اه يعني جالي الشركه طبعا حضرتك انتجت عليها. تمام. شركه مديرها كابتن احمد السيد. تمام. تمام. الشركه العالميه طبعا جالي عرض من الخليج عن طريق الفيديو. عن طريق الفيديو. تمام. تمام. ولسه قريب يعني هينتج عنه، ولسه هنشوف ان شاء الله. تمام. ربنا يبارك باذن الله في الموضوع. تمام. ده تمام. طب يا كابتن احمد، انا عايز اخد راي حضرتك في موضوع التسويق الرياضي. وموضوع كويس جدا طبعا، ومفيد للشباب ومفيد للعيبه ومفيد للمدربين. يا رب يكمل كده على طول يعني. تمام. يعني انت راي حضرتك مثلا لما يكون لعيب مثلا مميز في نادي، احنا عايزين مثلا نوديه مكان، فهل المكان ده اللي احنا نوديه من نادي من نادي يعني احنا ننقله نادي من نادي؟ وحتى اهم حاجه يكون النادي يعني ايه، هو النادي النهارده مثلا في درجه ثالثه، لو هو هيروح ثانيه او اولى ماشي. تمام. انما لو هيروح نفس الدرجه او نفس ملهاش لازم، انما هو لو لازم يعلى، لازم اللاعب يعلى كمستوى اعلى عشان يروح يحس ان هو عامل حاجه. تمام. لان هي الكوره النهارده المفروض اي لاعب كوره واي مدرب واي داري واي حاجه شغال في الكوره مثلا ما بقاش عنده سقف طموح يعني. تمام. السقف ده يفتحه، يفضل كل ما يعلى يدور على ان هو يعلى لحاجه اعلى. تمام. كل ما يعلى يدور على الاعلى. ده اللي انا بعلمه للعيبه، ده اللي بحفظه للعيبه وبفهمه لهم، ان لازم يبقى طموحك اعلى من امكانياتك. تمام. تمام. طيب معانا عبد الله، عايزين نشوف نتكلم على الصور بتاعتك. انت كنت بتتمرن على البحر، شايفك بتتمرن على البحر فتره. اه يعني ده بدني، بنزل بدني اساسا، ده تمرين اساسي ليا. تمام. تمام. غير تمريني في جيم، عشان طبعا جسم الواحد ما يزيدش، لازم التمرين باستمرار، اكل معين كده عشان برضو احافظ على جسمي واحافظ على توازيني في الملعب. تمام. 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 معايا كابتن احمد مجموعه لعيبه كويسين، كابتن محمد العربي لعب مواليد 2004 في نادي الجمارك، 2003 لعب كويس، 2003 ولعب 2002، لعب 99 صعب بتمرن معاه. تمام. في عندك محمد البهناسي 2004 كان بيلعب في نادي الغزل. تمام. تمام. ايه رايك في الناس دي؟ لا لعبة كويسه، محمد العربي كمان يعني ربنا يبارك فيه، لعب كويس جدا ابن من ابنائي برضه. معايا يا جماعه الصوره اللي فاتت دي، احمد ماهر ده مواليد 2011 بيلعب، جاله كذا عرض في النادي الاهلي، جاله كذا اي عرض من نادي الزمالك، جاله عرض من نادي وادي دجله، جاله عرض من نادي طلائع الجيش،
لعيب ما شاء الله مميز. وفي تاني احمد بدران، احمد بدران برضو جاي له عرض من النادي الاهلي، الناس اتكلمت عليهم كتير في كذا مره عشان ان هم يستضيفوهم وينزلوا معاهم فتره معايشه، لان دلوقتي حاليا بتبقى فترات المعايشه احسن بالنسبه للاعب كره القدم. بيبقى فتره المعايشه للاعب ان هو بينزل النادي بيقعد مثلا من شهر اتنين تلاته، والمدير الفني بيقرر اذا كان هيتأيد او مش هيتأيد. تمام، دي بصفه المدير الفني بتاع الفريق. طبعا معايا برضو فريق نادي البنوك السنه اللي فاتت حصل على المركز الثاني في الدوري الناشئين. طبعا لعبنا 12 ماتش، لعبنا 12 ماتش، وصلنا على المركز الثاني من 13 فرق، من 13 فرق بدون امكانيات باقل النتائج. الكابتن احمد يمكن يقول لنا برضو. اتفضل يا كابتن احمد. نادي البنوك برضو من الانديه اللي هي يعني انتاج الذاتي او حاجه كده، يعني ايه يعني عاملين نشاط على قدهم، بس في طفره السنه دي في 2006 ما شاء الله عليهم، يعني ما شاء الله كانت فرقه كويسه يعني وعملت نتائج كويسه السنه دي. تمام، كانت مميزين. كمل يا كابتن احمد. كانوا مميزين يعني في الدوري السنه دي، وربنا يوفقهم ان شاء الله ونشوفهم حاجه احسن من كده كمان يعني. تمام يا كابتن احمد، ربنا يخليك. بالنسبه لعبد الله، انت ايه رايك في المشوار بتاع الدوري بتاع السنه اللي فاتت، الفرق بالنسبه للدرجه الرابعه، بالنسبه للدرجه الثالثه؟ انت لعبت كم ماتش عندك في القاهره؟ لعبت كم ماتش في الدوري، في فرق الدوري في القاهره؟ اه بتاع حوالي 10 ماتش او 12 ماتش في الحدود دي. تمام، ده على مدار السنه؟ لا، على مدار يعني موسم كامل، مكملتش السنه يعني. تمام. موسم كامل. تمام. وانا بعد الموسم بالظبط قمت راجع هنا، رجعت بورسعيد. لكن كدوري بورسعيدي كان الموسم اللي فات موسم قوي جدا، الدرجه الرابعه. تمام. نادي الرباط حقق نتائج عاليه. تمام. فرق كتير ظهرت بشكل كويس. تمام. زي نادي الجمارك. تمام. طبعا قلنا من شويه نادي الرباط، فالدوري كان ممتاز جدا وكانت المنافسه عاليه. تمام، عاليه بالنسبه. طبعا احنا هنتكلم في الحلقه الجايه برضه، هنشوف الموضوع اللي هو الصعود والهبوط وال طبعا قرارات جديده بتاعت اتحاد الكوره بالنسبه للفرق اللي هي الدرجه الرابعه والدرجه الثالثه والممتاز به، لانه يعني حتى الان في اختلاط في الكلام بين الناس، صعدت الناس ما صعدتش، ايه الفرق، مين اللي هتنزل، فرق مين اللي هتصعد. هو حتى الان ما فيش اي حاجه لسه. وطبعا الكابتن احمد. تمام، الو كابتن احمد معايا؟ ايوه يا فندم، مع كابتن محمد. عامل ايه؟ معانا يا جماعه كابتن احمد السيد، مدير فني الشركه العالميه لتسويق اللاعبين. اهلا وسهلا كابتن احمد. اهلا بك يا كابتن احمد. معانا كابتن احمد اللاعب عبد الله عصام، مواليد 98. يمكن حضرتك اتفرجت على الفيديوهات بتاعته واديتنا رايه. اللي هو كابتن عبد الله من بورسعيد. عبد الله من بورسعيد. تمام كابتن احمد، شرفت بيك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. ان شاء الله ربنا يسهل على، بس الامور عندنا تفتح شويه والدنيا تتظبط كده هنبدا نعرض، لان عبد الله يعتبر من ضمن 11 لاعب احنا متعاقدين معاهم على التسويق. تمام، ده شرف ليا يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. ان شاء الله الامور بس تفتح عندنا هنا في مصر وتفتح الدول الثانيه ونبدا نعرضهم يعني. تمام يا كابتن احمد، ده شرف ليا، ربنا يخليك يا رب. وشرف لي طبعا اللاعب عبد الله، هو يعني هو بيشكر في حضرتك، بيشكر في الشركه، فحتى كنت لسه بتكلم معاه فقال لي الناس اتعاملت معايا بكل بساطه والناس اتعاملت معايا بكل احترام كل ادب، فهو بيشكر فيك جدا يعني. والله هي 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 احنا عملنا فتره زي فتره معايشه كده في شهر 10 اللي فات، اخترنا في مجموعه لاعبين للتسويق، لكن جت بعدها بقى الدوري. طبعا التسويق لازم يكون قبل الدوريات في فترات الاعداد يعني كده، وجت بقى موضوع الكورونا وقفلة السفر والحاجات دي كلها، فعطلتنا كتير بصراحه ان عرض اللعيبه اللي معانا يعني. تمام، ربنا يسهل بقى. من ده طبعا عبد الله من اللعيبه الكويسه، ربنا يكرمنا فيها ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن احمد، شرفتني ونورتني يا كابتن احمد في الاتصال. شكرا كابتن احمد. معايا كابتن احمد سليم، نرجع لك تاني، عايزين برضو نتكلم بالنسبه لل، ايه رايك في عوده النشاط الرياضي الموسم القادم؟
بصراحة عودة النشاط يعني كان لازم نرجع تاني عشان الدنيا تمشي تاني مع كل واحد ناخد حرصه من كورونا. الوقاية الاحترازية. الوقاية الاحترازية لازم تبقى موجودة، والنشاط لازم يرجع. تمام. عشان الدنيا تمشي يعني، عشان في ناس كتير فعلا يعني مش لاقية تاكل. يعني حضرتك انا عايز اعرف حضرتك مع عودة النشاط ام لا خلال الفترة الحالية؟ لا، عودة النشاط طبعا. للموسم الجديد ولا الفترة الحالية؟ لا، للموسم الجديد. للموسم الجديد. عودة النشاط للموسم الجديد. إذا كنا هنكمل مثلا نكمل نتكلم على الدوري الممتاز ولا حاجة، ممكن نكمل كأس مصر. دوري مش عارف، أنا هتبقى صعبة قوي لأن تمام. حضرتك مع عودة كأس مصر؟ كأس مصر يرجع لأن هم 9 ماتشات، عشان يبقى في بعد كده عندنا منتخب مصر ومنتخب أولمبي. تمام. أنت لو رجعت الدوري هتضغط الماتشات ديت في شهرين، هتيجي تبص هتلاقي في اصابات كتير، مش هتلاقي لعيبه المنتخب مصر ولا منتخب الاولمبي موجود. تمام. هم كانوا بيعملوا المسحه، اتحاد الكره كان بيقرر ان هم يعملوا المسحه الايام اللي فاتت دي، كان عندهم الاتحاد والاثنين والثلاث، كانت الانديه بتروح تعمل مسحه. تمام. والحمد لله الناس اثبتت ان هي كويسه، وفي بس اللي هم كم لاعب اللي هم يعني يعتبر هي زي ايه، زي يعتبر شبه، يعتبر لسه بدايه. انا ما بتكلمش على الكورونا كابتن، بتكلم على الفتره اللي اللعيبه قعدتها 3 شهور. تمام. قليله جدا، كتير جدا. وانت هتتمرن شهر عشان تلعب دوري مضغوط، او انت هتلعب 18 ماتش مضغوطين في شهرين، هيبقى في اصابات عضليه. تمام. للاعيب الكوره، مش موضوع كورونا، انا بتكلم على الاصابات. احنا الدوري ده اصلا معمول عشان يطلع منتخب مصر ومنتخب اولمبي، هو ده الغرض من الدوري. فالنهارده لو انت رجعت الدوري وحصل عندك اصابات، لان انت هتضغط الدوري، هتلعب مثلا في كل اسبوع ماتشين، طب اللعيبه مش مهيئه للكلام دلوقتي، لان الفتره السلبيه كانت كبيره جدا، يعني 3 شهور و3 شهور ونص كانت كبيره. فعشان ترجع تاني فصعب، عشان يلعب دوري مضغوط مش هتلاقي عندك لعبة منتخب. تمام يا كابتن احمد. طيب بخصوص عايز اعرف ايه رايك في اللعيبه المحترفين في الوقت الحالي، اللي هو محمد صلاح وتريزيجيه واحمد حجازي. طبعا احمد حجازي كان مدافع النادي الاهلي وانتقل. تمام. لا ما شاء الله لعيبة كويسة واثبتوا، ومعاهم احمد محمدي كمان. المحمدي. تمام. فلا لعيبة كويسين جدا جدا، ربنا يوفقهم كمان وكمان ويرفعوا اسم مصر ويكرمهم طبعا، والعالمي بتاعنا. تمام. محمد صلاح. تمام. طيب نرجع تاني مع عبد الله. عايز عبد الله تكلم عن ايه رايك الموسم الجاي ان شاء الله الدوري يرجع او ما يرجعش، عايزين نتكلم عن الوضعية. تمام. انا بقول يعني ممكن ما يرجعش، لان فترة التوقف كانت كبيرة، وانت عندك اللاعب دلوقتي خلاص عشان يرجع تاني لمستوى القديم المعهود عليه. تمام. في بس الملعب. انت معاك الدوري الالماني رجع، الدوريات كلها رجع، الدوري الانجليزي كان بيلعب. تمام. بس هما يعني امكانيات وحاجات مثلا زي التوب كده، لكن هنا عشان ترجع تاني للمستوى المعهود عايز وقت كبير. تمام. هي الوزاره قالت لك الوقايه الاحترازيه لكل فرقه طبعا، فانت هتبقى يدخل الملعب بنظام، هيبقى غرف ملابس برضه، هيبقى احتمال يبقى في غرف ملابس او ما فيش، هيغيروا في الملعب. تمام. زي ما هم بيقولوا اليومين الفتره الجايه. طبعا برضه بالنسبه للكمامات، بالنسبه للكحول اللي بيبقى معاهم، بالنسبه للبشكير، بالنسبه يعني دي حاجات برضه وقايه احترازيه الدوله قالتها. تمام. هم لو واثقين ان لو بداوا الدوري تاني ورجع وكل حاجه مشيت تمام خلاص ماشي، يبداوا بشكل نظامي زي كل العالم عمل، كل الدوريات في العالم ما عملت، ويبداوا عادي. بس انا ده رايي يعني، لان الوقت كبير وخلاص اساسا معظم الدوريات خلصت. ما هي معظم الدوريات خلصت. بس في الدوري الوقتي، في الوقت الحالي الوقتي في دوري لسه شغال.
يعني انت عندك فيه الدوري فيه الدوري فيه بتاعنا لسه له كام ماتش مثلا؟ لسه له 22 ماتش 23 ماتش. الكاس لسه له 9 ماتشات. تمام. فانت ما هنلعب الدوري ولا هنلعب الكاس؟ فدي ضغط، ده بقى الضغط اللي بتكلم فيه يعني هنلعب الدوري ولا هنلعب الكاس؟ بعدين اتحاد الكوره اتحاد الكوره عمل اللي عليه، قال لك انا يا جماعه الوكاله احترازيه بالنسبه للفرق الرياضيه. تمام. سياده الوزير دكتور اشرف صبحي تكرم وقال لك يا جماعه الدوري النشاط الرياضي هيبدا يوم كذا، مراكز الشباب يوم كذا، الانديه تفتح يوم كذا، عامل كل الوقايه كل الشروط الاحترازيه عشان الفرق يعني. تمام. هو برضو مش مؤثر في حاجه، انا مش شايفه مؤثر برضو في حاجه. لا هو بصراحه مش مؤثر يعني، عمل اللي عليه وعشان برضو الدوري يرجع بشكل ممتاز زي الاول، واخد الاحتياطات كلها وبدا يشتغل فيها فعلا. تمام. وقرب يخلصها وكل ده بصراحه اشكره عليه. تمام. ان هو يطلع دوري مصري محترم. تمام. طبعا انا رحبت بحضرتك، طب شرفتني كابتن احمد في الحلقه النهارده. ربنا يخليك يا رب، ما تتهمش منك ابدا، ويا رب كده نكون ضيوف خفاف عليكم ان شاء الله. ربنا يخليك. طبعا شرفتني يا كابتن عبد الله. شرف لي يا كابتن محمد، وطبعا شرف لي ان انا اكون في قناه الصحه والجمال اول حلقاتي، وشرف لي ان اكون مع كابتن احمد. طبعا يا جماعه بختم حلقه اليوم، وعايز اقول لكم يعني يا رب يعونها علينا يا رب ان شاء الله، ويخف عنا البلاء وعن المصريين جميعا يا رب. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.